الدرس الثاني السابع اللي هو التناسب. هذا أول شيء لازم نعرف شو هو التناسب. التناسب هو عبارة عن مساواة بين نسبتين، وإذا كانوا هذول النسبتين متساويتين طبعا أكيد حنسمي هذول النسبتين متكافئتين بشكل تناسب. كيف بنكتب التناسب؟ يا إما بهاي الطريقة اللي هي بنقرأها A إلى B تساوي C إلى D، أو بنكتب على صورة كسر A على B تساوي C على D. طبعا عنا A وال D بنسميهم طرفين التناسب كونهم على الأطراف، A و D بنسميهم الطرفين، B و C بنسميهم الوسطين. طبعا بالعادة بتكون A و D هون لهم الطرفين، B و C بيكونوا هون، هدول بنسميهم الوسطين. وأكيد عنا كون إحنا بنعرف إنه ممنوع يكون بالمقام يساوي صفر في الرياضيات، فبالتالي كاتب إنه P و D لا تساوي صفر. كيف أعرف إنه هدول مثلا أعطانا نسبتين، كيف أعرف إنهم بشكل تناسب أو لا؟ في عنا أكثر من طريقة. في ممكن أطلعهم بطريقة معدل الوحدة اللي أخذناها بالدرس الأول، ممكن أطلعهم بالضرب التبادلي اللي هو مش ذاكرها بالكتاب، وفي ممكن بالطريقة الثالثة اللي هو بأبسط صورة، إني أطلع النسب بأبسط صورة. شوفوا مثلا عنا 6 على 8، كيف عاملها؟ 6 على 8 اللي هي معدل الوحدة، لازم نخلي المقام يساوي 1، فقسمنا تقسيم 8 تقسيم 8 فبتطلع اللي هي 75%. هنا برضو بالمعدل الوحدة تقسيم 24 تقسيم 24، 18 تقسيم 24 اللي بيطلع 75%، كونه النسبتين متساويتين في معدل الوحدة، إذا هدول النسبتين بشكل تناسب. هلا في طريقة تانية اللي هي طريقة التبسيط بأبسط صورة، طبعا كاتبها بالصفحة التانية، صفحة 14 هنا، اللي هي 6 على 8. لو بدنا نبسطها بأبسط صورة رح نقسم تقسيم 2 تعطينا 3، تقسيم 2 في المقام حتعطينا 4، وهون اللي هي 18 على 24 بأبسط صورة حنقسم تقسيم 6 بيعطينا 3، تقسيم 6 بتعطينا 4، ونسبتين متساويتين، إذا بشكل عندنا تناسب. شو الطريقة الثانية؟ إني أنا أحط 6 على 8 تساوي 18 إلى 24، وأضرب ضرب تبادلي، في الضرب لازم يطلع معانا نسبتين متساويتين، فبنحكي إنهم بشكل تناسب. متى بنستخدم الضرب التبادلي غير إنه يتحقق فيه تناسب أو لا؟ اللي هو بنستخدمه كمان لحل الطرف اللي هو التناسب. لو كان معطينا أحد أطراف اللي هو التناسب مجهول أو غير معروف، بنستخدم اللي هو الضرب التبادلي عشان نحل التناسب، نوجد القيمة المجهولة. زي مثلا عندنا في مثال 2 كاتب إنه حل كل من التناسبات الآتية، عندنا كاتب 7 على 8 تساوي A على 40. كيف بنحلها؟ بنضرب ضرب تبادلي، بضرب ال A في 8 وبضرب 7 في 40. A ضرب 8 تساوي 7 ضرب 40. طبعا عادي لو عكسنا، لأنه عملية تبديلية اللي هي أطراف مساواة بينهم، هذا عادي لو عكسنا. فبنحكي هلا A ضرب 8 تساوي 7 ضرب 40 هي 280، بنقسم على 8 من الطرفين، فبتطلع A قيمتها 35، هي 280 تقسيم 8. هيك إحنا بكون حلينا هذا التناسب، أوجدنا قيمة ال A. كمان مثال معطينا إياه هون اللي هي 63 على 28 تساوي 9 على y، بنضرب ضرب تبادلي بتطلع 63 ضرب y تساوي 9 ضرب 28. 9 ضرب 28 بيطلع 252، وثلاثة وستين واي هلا كونه هون عنا عملية بينها ضرب، عشان تخلص من 63 فبنحولها لقسمة، تقسيم 63 من هالطرف تقسيم 63 من الطرف الثاني، فبتطلع الواي قيمتها تساوي 4 اللي هي 252 تقسيم 63. هلا في مسائل تانية ممكن تيجي معنا ليكون فيها عملية جمع أو طرح، زي مثال الثالث اللي كاتب لنا 12 على x ناقص 2 تساوي 32 على x زائد 8. بنضرب برضو ضرب تبادلي، بس ما ننسى نحط هدول بين أقواس عشان رح نوزع، فبتصير 12 ضرب x زائد 8 بين أقواس، 32 مضروبة في x ناقص 2 بين أقواس بحطهم برضو، لأنه 32 ضرب x حتتوزع، و 32 ضرب 2 حتطلع سالب 64، و 12 ضرب ال x اللي هي 12x، و 12 ضرب 8 بتطلع 96. لازم نوزع ولازم أحطهم بين أقواس عشان ما نلخبط. بعدين اللي هي بتصير زي معادلة خطية إحنا بنحلها، وأخذنا حلها في الفصل الأول، بجمع الإكسات مع بعض وبجمع الأرقام مع بعض، فمنحكي ناقص 12 من هذا الطرف x ناقص 12 من هذا الطرف مع ال x بتخلص من هون، بعدين بنعمل زائد 46 من هذا الطرف زائد 64 زائد 64 زائد 64 من الطرفين، فبتطلع اللي هي 20x تساوي 160 اللي هي 96 زائد 64. بعدين بنقسم على 20 من الطرفين تقسيم 20 تقسيم 20، فبتطلع x قيمتها 8. بيزبط اني اتحقق اذا حلي صحيح او لا؟ نعم، بانه انا اعوض قيمة ال x في هاي المعادلة، هحط مكانها 8 وحنحط هون 8، لازم يطلعوا قيمة التناسب في التنتين نفس الاشي. هلا في مسائل حياتية على التناسب، زي مثلا في مثال 3
كاتب لنا في إحدى شركات الحواسيب، كانت نسبة العاملين في قسم البرمجة إلى نسبة العاملين في قسم التسويق، دائما قسم البرمجة اللي هو على إيدنا اليسار، قسم التسويق الثاني إلى اللي هو بيكون اللي هو في التسويق، التسويق على إيدنا اليمين، البرمجة على إيدنا اليسار، لأنه بيحكي لنا قسم البرمجة إلى، وإحنا بنقرأها هيك 3 إلى 8. فإذا كان عدد المبرمجين، المبرمجين اللي هم نسبتهم 3 27، فما عدد عاملين في التسويق؟ حنكتب اللي هي 3 على 8 تساوي 27 على x. كيف كتبناها؟ اللي هي 3 على 8 برمجة إلى تسويق، وهون عدد البرمجة اللي هو 27 على x اللي هو تسويق مجهول اللي بدي إياه أنا وجده، نضرب ضرب تبادلي 8 ضرب 27 تساوي 3 ضرب x، وبنقسم الطرفين على 3 وبتطلع معنا قيمة الx، وهيك كملنا الحل بالصفحة الثانية. هي هون نقسم على 3 آخر إشي، فبطلع 216 تقسيم 3 اللي هي 72 قيمة الإكس. هاي آخر فكرة موجودة بالدرس الثاني. هلأ برضو هحكي لكم سريع عن الدرس الثالث اللي هو العلاقات التناسبية. أفكار الدرس شبيهة كتير بالدرس اللي قبله، اللي هو كيف أنا أعرف إنه هدول النسب بينهم علاقة تناسبية أو لا. لازم يكونوا برضو إلهم النسبة ثابتة، معدل الوحدة سواء أو بالضرب التبادلي أو بأبسط صورة. فمثلا نشوف في المثال الأول، كاتب لنا اللي هي سجلت سلوى الدقائق التي تحتاج لقراءة عدد من الصفحات اللي هي في جدول المجاور، هل توجد علاقة تناسب بين عدد الصفحات والزمن بالدقائق؟ كاتبت لنا 2 على 5، 6 على 16، 8 إلى 45. لازم نقسمهم على بعض ويكون نسبتهم كلهم متساوية، يعني نقسم عدد الدقائق على الصفحات اللي 2 على 5 أو 5 على 2، ما بتفرق لو عكسنا بينهم، يعني بزبط لو كتبنا 2 على 5 وبزبط لو كتبنا 5 على 2. ف5 على 2 و15 على 6 و45 على 18 لازم تطلع قسمتهم كلهم نفس الشيء. فعليا إذا قسمناهم كلهم حيطلع 2.5 2.5 2.5، كونهم متساويات النسب فبنحكي بما أن لمعدل الوحدة لجميع النسب متساوية، إذا توجد علاقة تناسب بين عدد صفحات الكتاب وعدد الدقائق اللي هي أو زمن بالدقائق لقراءة اللي هي الصفحات. دائما لازم يكون معدل الوحدة متساوي عشان أحكي إنه يوجد علاقة تناسب أو لا. في أمثلة ما بيكون كاتب لنا فيها جدول وإحنا بنعمل هذا الجدول، زي مثال 2 بيحكي نشترك باسل في سباق الدراجات الهوائية، فكان يقطع 12.5 كيلومتر في نص ساعة. فمثلا هلا إحنا بنطلع بعد كل نص ساعة كم، يعني إذا قطع ساعة رح يقطع له 25، هي 12.5 زائد 12.5، فهون رح كل مرة في عدد الساعات حنزيد نص، وبمسافات المقطوعة كل مرة حنزيد 12.5 12.5 زائد 12.5، زي الأنماط بعدد الساعات حنزيد نص كل مرة، بعد مسافات المقطوعة كل مرة حنزيد 12.5. بعدين حشوف هل بيشكله علاقات تناسب أو لا، بإني أنا بقسم 12.5 تقسيم 1/2، 25 تقسيم 1، 37.5 تقسيم 1.5، 50 تقسيم 2. 25 تقسيم 1 سهلة، 25، 50 تقسيم 2 برضو 25. هدول لازم نضرب ونجمع، حضرب 2 ضرب 12 24 زائد 1 بيعطينا 25 على 2، وبنقسم اللي 25 على 2 تقسيم 1/2، فاثنين بتروح مع التنين فبيطلع الجواب 25. اي اكتب لكم اياهم بشكل مبسط هون، هيك حتطلع. حنضرب اول اشي ونجمع، حيطلع لي 25 على 2 على 1/2، فالتنين هاي حتروح مع التنين فبيطلع 25 على 1 اللي هي 25. هون نفس الشي رح نضرب ونجمع، اللي هي 37 ضرب 2 زائد 1، ونقسمها على اللي هي 3 على 2، اللي هي برضو هون بنجمع وبنضرب وبنجمع بتطلع 3 على 2، بنقسم حيطلع معنا 25. كونه معدلات الوحدة، بنحكي بما أن معدلات الوحدة جميع النسب متساوية، إذا العلاقة بين المسافة المقطوعة وعدد الساعات تمثل علاقة تناسب. ليه؟ لأنه معدلات الوحدة متساوية. وهاي أبرز الأفكار اللي هي موجودة في درس العلاقات التناسبية.